الجمهورية على رعايته السامية لهذه الندوة الوطنية المخصصة للإنعاش الصناعي وإشرافه الشخصي على افتتاح فعاليتها. إن اختيارنا لشعار معاً من أجل رفع التحدي هو يقين منا بأن السيد الرئيس سيكون المرافق والمشجع والداعم لهذا الخيار الاستراتيجي، وبإذن الله سوف يرفع التحدي لتضاف لبنة أخرى في بناء صرح الجزائر الجديدة التي يجد فيها كل جزائري من داخل الوطن أو خارجه ظالته وراحته. إن خطة عمل الحكومة المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية تعول على المشاركة القوية للصناعة في تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الخام، كما تهدف بشكل خاص إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية وتثمين الموارد من خلال تحويلها وإنتاج السلع موجهة لدعم القطاعات الأخرى والمشاركة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان. سيدي الرئيس، الحضور الكريم، تهدف الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي إلى الانطلاق في مسار يسمح لجميع الفاعلين بتوحيد جهودهم بشكل أفضل لإعادة بحث نمو الصناعة ومن خلالها نمو الاقتصاد الوطني برمته. وتسعى الاستراتيجية الموضوعة من طرف الوزارة إلى تحقيق هدفين أساسيين، وهما الإحلال التدريجي للواردات بالمنتجات المحلية، تنمية منطقة تصدير السلع الصناعية لدى الفروع الصناعية. ولتحقيق ذلك سيتم خلال هذه الندوة تقديم مشروع خطة عمل طموحة عملية وواقعية لمناقشتها وإثرائها واحتمادها لتمثل ورقة طريق لكل الفاعلين الاقتصاديين والإداريين في إطار حوار بناء ومجدي. كما تهدف المنهجية المتبعة إلى تسخير جميع الوسائل المتاحة التي تدفع بعملية التصنيع في البلاد على أسس متينة، مع استخلاص الدروس من التجارب الماضية ومراعاة الحقائق المتعلقة بتحسين البيئة الاقتصادية وتحرير المبادرة. إضافة لذلك، تتضمن خطة عمل وزارة الصناعة إجراء مراجعة شاملة لنمط حوكمة المؤسسات العمومية من أجل تمكينها لاستئناف النمو وتشكيل ممثلين رئيسيين في السوق الوطنية وولوج السوق الدولية. على صعيد آخر، سوف تحظى الشركات الخاصة بنفس العناية من طرف القطاع ورفع من حجمها الاقتصادي وقدراتها الإنتاجية والتنافسية بالنظر لأهمية الاستثمارات ومبادرات التحديث المتخذة، مع العمل على إزاحة العقبات ذات الطبيعة البيروقراطية وأوجه القصور من حيث اللوجستيات أو التشريعات أو الإجراءات أو المعايير على المستوى الوطني. سيدي الرئيس، الحضور الكريم، لقد حددنا لهذه الندوة التي نتمنى أن تكلل أشغالها بالنجاح أربعة محاور أساسية تعالج على مستوى الورشات وتغطي جل الإشكالات التي يعرفها القطاع، ونلخصها فيما يلي: الورشة الأولى، دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات. الورشة الثانية، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار. الورشة الثالثة، حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم. والورشة الرابعة والأخيرة، عمليات الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية. في الختام، أتمنى أن تكون مشاركة المتخصصين والخبراء والأكاديميين والإطارات خلال هذه الندوة فاعلة ومثمرة لنضع ورقة طريق نعمل على تجسيدها في الآجال المسطرة. شكراً على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيل الكلمة فضلاً إلى السيد رئيس الجمهورية. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا
سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد رئيس المحكمة الدستورية، سيدات والسادة، نلتقي اليوم في هذه المناسبة المخصصة لملف الإنعاش الصناعي غداة استكمال مسار إصلاحات الصرح الدستوري والمؤسسات، ونلتقي لنباشر معا إصلاحات جديدة تمس قطاع الصناعة، هذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا كأحد وأهم ركائز التنمية المستدامة ودافع أساسي للنهضة الاقتصادية الحقيقية. لقد مر قطاع الصناعة في بلادنا عبر مراحل عديدة، أولها مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب والصناعة النسيجية ثم الصناعة البتروكيماوية، ولن يتبقى منها إلا القليل نتيجة عدة أزمات سياسية ومالية وأمنية. ثم جاءت ولما عادت البحبوحة المالية جاءت للأسف مرحلة التصنيع المزيف المتمثل فيه بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة والتركيب عوض التصنيع. إن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليس قدرا محتوم، بل هو وضع وإن استعصى التحكم في بعض جوانبه فإن بعضها الآخر يمكن تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب انتكاساته وتطهيره من مخلفات الفساد وهدر المال العام. وها نحن اليوم وبعد ما قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية وتكون رافضا من روافد التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. ننطلق من مرحلة تتميز بركود صناعي حيث لا يمثل الإنتاج الصناعي حاليا إلا 5 أو 6% من الناتج الخام الوطني، وهذه حقيقة تعطينا فكرة على حجم التحدي الذي يتعين علينا رفعه، ولكنني على يقين أن رفع هذا التحدي في متناولنا اليوم، بل أننا مصممون على مواجهته عبر خطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل فيما يلي: رفع العراقل أمام المصانع الموجودة والتي تحول تمكينها من مساهمة في الناتج الوطني بالقدر المطلوب. ثانيا، المساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر. وفي هذا الصدد
وبناء على تعليمات أصدرتها تخص معالجة مجموعة كبيرة من المشاريع المتوقفة وعددها 402 مشروع، تم رفع القيود على 57 منها في ظرف قصير جدا، تجعلنا نتساءل عن السبب الحقيقي من وراء هذا التوقف. هل هو تجميد عمدي للسياسة الجديدة في التصنيع وخلق فرص عمل للجزائريات والجزائريين بخلفيات أو بخلفيات سياسوية دفاعا عن مصالح مشبوهة، وإلا كيف يعطل دخول مصنعا ما في الإنتاج بسبب أو آخر؟ وأسباب كلها تافهة، بعض الأسباب بيروقراطية محضة، بعض الأسباب سمعت على مصنع متوقف ما بغاوش يعطوه الرخصة لبداية الإنتاج لأنه قال المساحة الأرضية اللي كانت مخصصة ليه تجاوزها بمتر ولا مترتين. المصنع تبنى ومجهز وجاهز للإنتاج، حسبوا له هذيك المترة، حسبوها له بمليار، خلوا السيد يخدم. مترات توقف لك 70-80 منصب شغل. وين كنتوا انتم ملي كان يتبنى هذا المصنع؟ وين راها الرقابه اللي كانت تبنى في هذا؟ ولا الرقابه كانت في المكتب فقط؟ اذن هذه المبررات هذه جريمه في حق الاقتصاد الوطني. رخصه البناء لم تسلم لسبب ما، والمصنع تبنى قال ما رخصولوش حنا باش ينتج لان ما عندوش رخصه البناء. ايش كنتم من اهل الكاف انتم راقدين؟ المصنع كان يتبنى ويتبنى بلا رخصه وانتم ساكتين. نهار اللي بغى يدخل في الانتاج جو. يعني امور واضحه في الحقيقه، يعني ما هيش قضيه سلطه الدوله ولا تطبيق القوانين، ولا هي عرقله مبيته وظاهره للانطلاقه الاقتصاديه. اخلق اكثر مشاكل ممكن، خلي الناس تغضب، خلي الناس تخرج الشارع تنادي بمناصب شغل لان البطاله تصبح قاتله. حرام حرام وغير وطني، تصرفات غير وطنيه هذه. المصنع هو المصنع، انا نتذكر المصنع تاع الانتاج الاكسجين في وهران حتى الاخر لحظه حنا نعطوا في مواعيد باش ينطلق، وقال ما عنديش رخصه باش نبدا ننتج. حتى لما داخل السيد الوزير الاول عطاوها رخصه مؤقته لست شهور، صدر قد ما يغفلوا نحن ويعاودوا يوقفوا له. هذا اللعب راهم خاسرين فيه، انا نحذرهم، هذا اللعب خاسرين فيه. في بعض الاحيان كل شيء واجد إلا السيد اللي يعطي رخصة بداية الإنتاج قال نشوف ومازال ورجع غدوة ورجع بعد غدوة ورجع كذا. يعني هذه كلها علامات انحطاط 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 رهيب ما يخص تصرف الاقتصاد نتاعنا. ملايير دولارات صرفت في مصانع، في آخر يجي أن بيروقراط قال رخصة نعطيها لك، روح الشهر الجاي نعطيك الرخصة. يعني فهم روحك ادفع. كل شيء ماشي بالرشوة. وهنا نقول راه فيه مكتب خاص بالنسبة لوسيط الجمهورية اللي راه يشتغل مباشرة معايا. كل ما هو مظلوم من هذا الطراز هذا من هذا الظلم هذا مادا بيا فورا يتصلوا بالوسيط الجمهورية ونشوفوا شكون اللي عنده الحق. حرام منكر، هذه مناكر فيه على حسب تصريح تاع السيد وزير الصناعه فيه يعني بالتقريب مصانع جاهزه بالتقريب وقادره تخلق 750,000 75,000 منصب شغل. 75,000 منصب شغل، وريني الدوله المتقدمه اللي قادره تخلق 75 منصب شغل في ظرف قصير مثل هذا. يعني ماناش باغيين نشغلوا الناس، باغيين نخلي الناس في الغضب، باغيين نخلي الناس حذاري.
حذاري حذاري، ربما ما أمور ما تقاسش. يقول لك الرئيس راه يهبط الجزئيات، أنا جزئيات تهمني لأن يهمني المواطن البسيط، ما تدخلش في بالي. أنتم شفتوا بالك شاب في وهران في بير الجير سي البشير عفوا، كان افتح عليه ربي لقى اونكار صغير بدا يربي فيه البقري حاشاكم وينتج الحليب. يجوا قالوا له عندك يومين باش تخرج، بغينا نحطموا هذا الاونكار. يحمد ربي اللي صاب شغل ليه ويخدم ربما الناس قران معاه وينتج، ماهوش منصب شغل طفيلي. ما قلت لكش ما تطبقش القانون. لما تكلمت مع والي الوهران قال لي راهم يقولوا باللي في المنطقه الصناعيه، صح المنطقه الصناعيه ماهيش فلاحيه متفقين، ولكن الشاب هذا واش ذنبه؟ ما عطيته الشغل دبر شغل وحده. بغيت تخرجوا خرجوا، ولكن خرجوا اعطيه مكان وين يمشي ينتج. تهدم سهل، البناء هو اللي صعيب. وهلما جر من امثله، هلما جر. والحكومة حاليا تعمل على رفع القيود على المشاريع المتبقية، علما بأنه فيما يخص 29 منها يعود القرار لأصحابها وليس للإدارة، ولنتمكن من دخول مرحلة جديدة وجهت الحكومة لإتمام هذه المهمة قبل نهاية هذا الشهر. ثالثا، فيما يخص طلبات الاستفادة من المزايا المقدمة من المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لاندي، تم بتاريخ 30 نوفمبر رفع التجميد على 581 ملف، وسيتم رفع التجميد على 356 ملف إضافي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. إنجاز هذه المشاريع سيمكن بإذن الله من إحداث 75 ألف منصب عمل. ده غير لسان اللي يقولها، 75 ألف منصب عمل، 75 ألف جزائرية وجزائريين يخرجوا من البطالة بمجرد رفع الحواجز البيروقراطية، لأن المشاريع كانت موجودة ولاندي كانت موجودة، ولكن لاندي تسمع باش اللي عنده الداعم اللي عنده 10 ملايير دولار زيدوا، واللي خلى كما يقولوا بالعامة دم فادو في 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 مشروع مشاريع قال خليه راه يزاحم فلان ما تعطيهش. سمحوني أن نتصارحوا، لأن الصراحة هي اللي تحل المشاكل، ما ندركش أنا الشمس بالغربال. دخلنا في مرحلة قلنا صرح المؤسساتي إن شاء الله انتهينا منه، آخر مؤسسة تغيير هو التغيير القانوني في مجلس الأمة. ومن بعد سنة 2022 إلا اقتصادية محضة، وتما نشوفوا شكون اللي راه يمشي في الطريق اللي اختاريناه وشكون اللي راه يعرقل. وسبق شكاو الشباب اللي تعطي التعليمات، ولكن دايرين النية في الهبال كما يقولوا. شاب تاع لونساج دا سلفية، ربما أنا ذاك كانت النية باش يسكتوه توزيع الريع، ما نجحش. اليوم تفوتوا في العدالة، حيدين له رزنامة باش يرجع، باش يرجع الدراهم لازم يرجعها، ولكن دير له رزنامة باش يرجع. وإلا كان استثمر في مشروع لتجاوزته الأحداث وتجاوزته التكنولوجية وباش يدخل في التكنولوجيا الجديدة تاع لي ستارت اب وغيرها، خليه زيدو باش يحول المصنع تاعو إلى إنتاج آخر. هذه قلتها وعطيت تعليمات، ولكن روح شوف شباب مدمرين. توفير العقار الصناعي للمستثمرين في أجال قصيرة
من خلال وكالة متخصصة لهذا الموضوع لا علاقة لها بالإدارة. أنا قررت ابتداء من سنة 2022 إن شاء الله تكون جاهزة وفعالة في الميدان، نخلق الهيئة خاصة إناجنس وكالة وطنية للعقار الصناعي. العقار الصناعي ما يولي يتكلف لي به لا المير لا الوالي لا شرف الدائرة ولا غيرهم. وكالة وطنية للعقار الصناعي، نشوفوا الإجراءات من بعد تشري كاع العقار اللي موجود حاليا. تبقى مناطق النشاط هي في متناول رئيس البلدية والوالي، أما المناطق الصناعية تبقى من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة هذه، وكالة وطنية. سادسا، توفير التمويلات الضرورية لتمويل المشاريع الصناعية لدى البنوك الوطنية. إن التحدي أمامنا، لكن يمكن أن نرفعه إذا ما توفرت المجهودات والصدق وصدق النوايا. واسمحوا لي هنا أن أذكر المسؤولين المركزيين والمحليين أن المسؤول الناجح هو المسؤول الذي يسهل التنمية المحلية، وليس المسؤول الذي يبحث عن الذرائع لامتناع عن توقيع تصريح أو إذن ينص عليه القانون. المشكلة نفريناه وراسلت كل اللي يهمهم الأمر من السيد وزير العدل والمصالح الأمن وكل من يهمهم الأمر، أن مستقبلا من تابعش إنسان اللي سهل الأمور لانطلاق مصنع ولا لكذا، بشرط أنه تصريح اللي أعطاه قانوني حتى إلى فيه جانب يعني ما يطبقش 100% قانونا، نشوف نبحث هل استفاد، هل كانت فيها رشوة واستفاد شخصيا أو عائلته وأولاده ولا المحيط نتاعو، ثم نتابع. لا ما استفادش تعتبر زلة كذا غلطة إدارية ويحاسب على هذا الأساس. إذن ما بقاش اليوم فيه مبرر أن اللي يشتغل في البنك واللي يشتغل في شباك من شبابيك تاع الدولة ولا قال دوك نشوف ما نعرف وما قداش نمضي، وراهم اللي يمضي راهم يدوه الحراش، يمشوا الحراش اللي سرقوا، اللي ما سرقش ما كانش قال لي يمسوا، ورانا هنا باش نحموا الإطارات. إذا كانت تعمد على الرشوة طبعا تخلصها خلاص، معناه بلي ما فهمت والو، ما شوفها بلي الجزائر تتبدل، نبقى في السيرة القديمة. إذن التخوف ما هوش في محله، لأننا لازم نرفع نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الخام الوطني إلى أقل شيء 15%، بين 10 و 15%. ممكن نوصل 10% بمجهودات يعني معقولة، وإذا كان بغينا نديروا ثورة صناعية نتاعنا لازم نوصل 15% من قيمة الدخل القومي الوطني. بهذه المناسبة الدول الأوروبية حتى اللي كانت في التسعينيات دور في 20-21%، اليوم راها هبطت ل 11-12%. معقول، هما بوروس ان ديزرتيفيكاسيون اندستريال، إذن نصبح في مستوى ربما بعض من هالدول. إذا طلعنا النسبة نتاع 10-11% تاع قيمة الصناعة في الدخل القومي الخام. رفعها يعني يؤدي بالضرورة إلى تخفيض الواردات الصناعية. وهل أنا ما فهمتش لحد الآن، احنا عطينا تعليمات وقولوا لي راها تطبق، ولكن فيه بعض المواد
اللي ننتجها هنا محليا ما نخليهاش تدخل. راني نحوس على اقتصاد وطني، اون ايكونومي باتريوتيك وطنيه. اللي ما عندوش روح الوطنيه يبعدنا كاينه سيتو. هذه بلا ما نقولها انا، مواد اللي ننتجها علاش نمشي نقتل المنتج الوطن المحلي باش يستورد؟ قلنا وقت الاستيراد، الاستيراد ما قلناش ممنوع، استيراد مسموح به، ولكن الاستيراد بالشيء اللي ما ننتجوش، نقوي الشيء اللي ننتجو. بالعكس، لا يقول لك انا ما نلبيش طلبات كلها تاع البلاد، اعطيه واش خصك؟ قال خصني نوسع المصنع تاعي، اعطيه باش يوسع المصنع تاعه. اولويات الاولويات، غير معقول، غير معقول في 2021 لا غالب مستورد في ما هو متناول، في متناول الصناعة الوطنية. الناس تهضر على التركيب، كاش واحد جاتوا الفكرة وقلت أنا يا باللي الناس اللي حبوا يديروا مصانع اللي تحول المنتوج الوطني فلاحي أو منجمي أو غير ذلك، قلت نعطي أمر للبنوك باش تمولوا حتى بنسبة 90% قيمة المشروع. لحد الآن ما شفناش. قبل ما نفوت الصناعة الميكانيكية وقبل ما نفوت بالأقل نبدأ بالقطاع لا بيس دي تاشي، قطع التغيير بالاقل. ولا واحد دار مصنع بور ليزيناج لا بيس دي تاشي، ما ضابطابل. يا نمشي بعيد للسماء يا نغبر تحت الارض، ما كانش الوسط. 10 15 مصنع قادر تصدر غدوه قطع الغيار. حنا نقولوا التصدير التصدير التصدير، التصدير اللي يستهلكه المواطن خلي المواطن يستهلكه، ولكن نصدر الشيء اللي فايد المواطن. قطع الغيار قادر نصدره في افريقيا كلها، قادر نصدر قطع الغيار حتى في بعض الدول الاوروبيه، في امريكا اللاتينيه، ولكن ولا واحد جرأ على هذا. هي كلها آلات. تكلموا على التصدير ودخول السوق الأوروبية والسوق السوق الأوروبية، كم شفتوا احنا مانيش باغي نخلق مشاكل، احنا ماذا بينا المفاهمة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي ضروري، علاقتنا نحافظ عليها، ولكن نقوي إنتاجنا، لأن لما نرفع الحواجز الجمركية على بعض المواد نتاعهم، ومن حقنا انهم نطالبهم باش يرفعوا كذلك هما الحواجز الجمركيه على بعض المواد نتاعنا اللي تشوفهم. انا واش نصدر لهم؟ واش نصدر؟ اذا لازم انتاج وطني قوي اللي يسمح لنا بالتصدير. اولا سد حاجيات الوطنيه ثم التصدير. هما يقول لك اذا بغيتوا تصدروا جيبوا. يوصلك يعني كما قال نوصلك الدربة بدارو، قال ما عندناش لا غالب، استنونا بالك العام الجاي نبداو نصدروا لكم، ونكثروا اجتماعات ونكثروا ندوات ونكثروا كذا ونكثروا هذه. ولكل هذه الأسباب أدعوكم إلى الانخراط في هذا المسعى الجديد لنضع أسسا قوية ومستدامة للتنمية الوطنية، فاتحين الأبواب لكل الكفاءات في الداخل وفي الخارج للانخراط في هذا المسعى الطموح. كما أدعوكم لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المستثمر والإدارة. لما يدخل مستثمر في إدارة ماهوش عدو، ماهوش خصم، راه مكمل
لعمل الدولة. علاقة يميزها التعاون لخدمة الوطن، علاقة مبنية على الثقة المتبادلة والعمل المشترك لصالح الوطن والوطن وحده، لأن الهدف واحد، ولا يوجد سبب موضوعي للتباعد والنزاع، بل المصلحة الوطنية تفرض على الجميع التعاون والتآخي لخدمة هذا الوطن الغالي. ولا يسعني ختاما ولا يسعني ختاما إلا أن أؤكد لكم أن التوصيات والمقترحات التي ستتوجه أشغال هذه الندوة وستكون محل دراسة واهتمام كبيرين، وستعمل الحكومة على إنجاز كل ما من شأنه دفع التنمية الصناعية على أسس عقلانية ومستدامة، وستكون لنا فرص لتقييم أداء الإدارة المركزية والمحلية في كل ما يتعلق بالتنمية الصناعية بصفة دورية. إن هدفنا هو إعطاء دفع قوي للتنمية الصناعية وتسهيل مشاركة كل المتعاملين في هذا المجهود، حتى نتمكن من إعادة بناء صناعة وطنية حديثة وقوية تكون في مستوى هذا البلد العظيم. وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن الغالي. عاشت الجزائر حرة شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية. تتواصل المراسم الافتتاحية للندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، وتشجيعاً لبناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها طبيعية وبشرية وعلمية، ووفاءً لالتزاماته 54، لا سيما تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني تكريم بعض الفواعل الصناعية الوطنية ممن ساهموا في تنويع الاقتصاد الوطني وانخرطوا بذلك في سلسلة الصناعة الدولية. عليه أدعو فضلاً السيد محمد الصالح عكا أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني لتلاوة المرسوم الرئاسي الخاص بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. بناء على المرسوم الرئاسي رقم 21486 المؤرخ في 2 ديسمبر 2021، يسدي السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام بدرجة عشير من المصف لكوكبة من أبناء الجزائر المتفوقين في عديد المجالات العلمية الحديثة والمقاولاتية وإحداث المؤسسات الناشئة المنتجة للمعرفة والثروة، عرفانا من سيادته والتكريم لمواهبهم المشهودة لهم بها ولجهودهم الدؤوبة في خدمة المصلحة العليا للبلاد ورفع مقام أمتهم في المحافل الدولية بكل فخر واعتزاز. أرجو من السيد الرئيس التفضل لتوشيح السيدة والسادة المكرمين ليحظون بهذا التكريم. وأدعو السيد حكار توفيق المدير العام للشركة الوطنية سوناتراك. توفيق حكار المدير الرئيس المدير العام للمجمع سوناتراك،
سوناتراك الملقبة بالرائدة الإفريقية هي أول مجمع في إفريقيا ومتعامل رئيسي في الصناعة البترولية وقاطرة الاقتصاد الوطني. يضم المجمع 154 فرعا بما فيها حوالي 15 مملوكة بنسبة 100%. منذ تعيينه على رأس هذا المجمع في شهر فبراير سنة 2020 وضع السيد حكار نظاماً للتسيير يتميز بالصرامة والشفافية، وتمكن بنجاح من الحفاظ على الإنتاج الوطني من المحروقات وتطوير البحث عن حقول جديدة، وساهم في تعزيز اللجوء إلى المؤسسات الجزائرية في مجال المناولة بما أفضى إلى تقليل اللجوء إلى الشركات الأجنبية، وعزز بالتالي إدماج مجمع سوناتراك في النسيج الاقتصادي الوطني. أدعو السيدة قاسم فطوم الرئيس المدير العام لمجمع صيدال. السيدة قاسم فطوم الرئيس المدير العام لمجمع صيدال. صيدال أول مخبر صيدلاني في الجزائر لإنتاج الأدوية الجنيسة، والذي أصبح رائدا فيها. تصدر المجموعة منتجاتها نحو العديد من الدول في إفريقيا على غرار كوت ديفوار، الغابون، السنغال، الكاميرون، الكونغو، النيجر وغيرها. أطلقت المجموعة في 29 سبتمبر 2021 وحدة لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد 19، والتي يتم تسويقها تحت اسم كورونا فاك، وينتظر أن تشرع هذه المؤسسة ابتداء من سنة 2023 في الإنتاج الكامل للأدوية المضادة للسرطان ضمن مسار كامل. السيدة قاسم فطوم تمكنت من منح حركية جديدة لهذا المجمع الصناعي، والذي كان يمر بمرحلة ركود، وبذلك أصبحت صيدال في مكانة ريادية في الصناعة الصيدلانية الوطنية، وهي مدعوة للتطور والمساهمة في خفض اللجوء إلى الاستيراد وحيازة مكانة نوعية في الأسواق الأجنبية. أدعو السيد الأخضر رخروخ الرئيس المدير العام لكوسيدار. السيد الأخضر رخروخ الرئيس العام المدير العام لمجمع كوسيدار. كوسيدار هي أول مؤسسة للبناء في الجزائر والثالثة في إفريقيا، والسيد الأخضر رخروخ رئيسا مديرا عاما لها يترأس كذلك الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يوناب. إن هذه المؤسسة مدعوة للتركيز أكثر فأكثر على مجالات اختصاصاتها الأصيلة والتوجه نحو التصدير بفضل الخبرة المكتسبة في مختلف المجالات من البناء والأشغال العمومية، البنى التحتية، أشغال الري، خطوط الأنابيب، نقل المحروقات، المنشآت الصناعية والاجتماعية، إنتاج المحاجر، الخرسانة، الصيانة، تجديد الأجهزة والمركبات الخاصة بالأشغال العمومية وتمويل البرامج الترقوية. مؤسسة كوسيدار بإمكانها التموقع في أسواق الخارجية وخاصة الإفريقية منها، لتحمل مشعل الخبرة الجزائرية في مختلف مجالات نشاطها. أدعو السيد مولا كمال المدير العام لشركة مخابر فينيس. السيد مولا كمال يترأس مديرا عاما لمخابر فينيس. كمؤسسة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل في الجزائر، هذه المخابر التي أسست سنة 1981 لتصبح مؤسسة رائدة في السوق الجزائرية بما يخص مواد التنظيف ومستحضرات التجميل، وقد طورت 7 علامات من الصابون والمنتجات المتعلقة بالعناية الجسدية. سنة 2010 أسست المؤسسة علامة فينيس للتعليب ومختبرا للقياس في سنة 2014 بهدف الرقابة المنتظمة لوسائل وأدوات القياس. وسنة 2016 أطلقت مخابر فينيس مشروعا أولا للمدرسة أو مدرسة الجراحة التجميلية. هذه المؤسسة مثال للنجاح من خلال العمل والتسيير الجيد، وبحق نموذج يحتذى به. كما أدعو السيد حابس عمر الرئيس المدير العام لمجمع فاديركو. تنوب عنه أخته دنيا حبس. مؤسسة فاديركو التي يترأسها مديرا عاما السيد حابس عمر وتحضر نيابة عنه شقيقته دنيا حابس، هي شركة أسست سنة 1986 وتعتبر عنصرا هاما في النسيج الصناعي الوطني والنظافة الشخصية، إذ تقدم حوالي 11 علامة تشمل 7 مجالات للأنشطة، من ملادين ورقية إلى حفاظات للأطفال والكبار إلى القطن. فقد قامت هذه المجموعة بتوسيع نشاطها لتشمل التوزيع فيما يسمى
يسمى ديفكس، إنتاج لب الورق من ألياف السليلاز الورق، إضافة إلى إنجاز وتسيير مشاريع في مجال البناء لصالح مجموعة إنجازات. هذه الشركة شركة فاديركو مثال على الجد والعزيمة، إذ تهدف إلى تحقيق أرقام أعمال تبلغ 26 مليار دينار جزائري خلال سنة 2021 مع صادرات بقيمة 10 مليون دولار. إن الانتشار الدولي سيفتح آفاقا واعدة لهذه الشركة بالنظر إلى جودة متناجاتها وتنوعها. السيد حمودي عمار الرئيس المدير العام لمجمع بيمو. السيد حمودي عمار الرئيس المدير العام لمجمع بيمو. هذه الشركة شركة بيمو أسست سنة 1981 وهي من أقدم المجمعات الصناعية في مجال الحلويات. تميزت بجهود لعصرنة تجهيزاتها وتطوير أنشطتها، سعت إلى الحفاظ على مكانتها الريادية في مجال نشاطها، وتطمح لمنافسة المنتجات المستوردة لا سيما من خلال تحسين جودة منتجاتها، وهو ما مكنها من الحصول على شهادة الإيزو 9001 سنة 2008. وجزء من منتجاتها بزبدة الكاكاو موجهة للتصدير إلى دول أوروبية، وهذه المؤسسة أحد أهم المؤسسات التي تخلق مناصب للشغل بمنطقة باب علي وبرتوتا بالجزائر، نموذج يحتذى به لأنه يؤكد أن النجاح ممكن ما توفر الجد والصرامة والعزيمة. أدعو السيد حاج برورقة محمد مسير ومؤسس شركة ناشئة. الحاج برورقة محمد مؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة EHB Industries. أنشئت هذه المؤسسة سنة 2016 من طرف الأخوين حاج برورقة. للمؤسسة زبائن عدة من بينهم شركة كوسيدار، وقد شاركت في العديد من الأسواق والمعارض والعديد من المسابقات الخاصة بإنتاج الآلات الرقمية. تقدم نفسها كمؤسسة واكبت ولها من الخبرة ما يؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال. السيد ياسر أمير غزلي مسير ومؤسس لشركة ناشئة. ياسر أمير غزلي مؤسس شركة تكنولوجي، وهي مؤسسة ناشئة تختص في الدراسات والاستشارات لتطوير الهندسة في مجال الإعلام الآلي إلكترونيك روبوتيك النشر والاتصال. تأسست في جونفي سنة 2021 وتضم زبائن عدة من بينهم شركة سوناتراك، شركة حمود بوعلام، وتساهم في صياغة السياسات التسويقية للشركات واختيار الشركاء والموردين والتفاوض معه. السيد رمزي مصباح مسير ومؤسس شركة ناشئة. السيد رمزي مصباح مؤسس شركة Algerian Green Autonomy، وهي مؤسسة ناشئة مختصة في التسويق أو الصناعة الإلكترونية بإنتاج أنظمة مدمجة بطاقات إلكترونية وبرامج تختص بالمجال الزراعي وغيره. وقد أسست سنة 2021 وتعمل على تطوير أنظمة مستقلة للإدماج في مجالات الطاقة المتجددة، الحوسبة السحابية والزراعة الذكية، ولها أن تلعب دورا هاما في القطاعات ذات الأولوية من أجل التنمية الوطنية. السيد الأستاذ حبب القاسم دكتور وباحث ومخترع. البروفيسور عن زوجته السيدة جميلة. البروفيسور بالقاسم حبة تنوب عنه السيدة جميلة بوديا، ووراء كل رجل عظيم امرأة. هو باحث ومخترع جزائري مخترع في مجال الإلكترونيك الدقيق وأشباه الموصلات الثلاثية الأبعاد وتكنولوجيات الإدماج. له من الاختراعات الرائدة ما يزيد عن 1500 براءة اختراع. الدكتور بالقاسم حبة باحث جزائري في التكنولوجيات الدقيقة، هندسة البرمجيات، الإلكترونيك المتناهي الدقة، الإلكترونيك الدقيق، وأصيل ولاية المغير جنوب شرق الجزائر، ويقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. له شهادة دكتوراه من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا. يزيد عدد براءات اختراعه عن 1500، ومن بينها 500 براءة بولاية المتحدة الأمريكية، وقد صنف ضمن المخترعين 100 الأكثر إنتاجا في العالم. شكرا سيد الرئيس. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية. نهاية مراسم افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي. الرجاء من السيدات والسادة الحضور كل باسمه وصفته ومقامه التزام الأمكنة ريثما يتسنى للسيد رئيس الجمهورية.